قدم لفتاة شاب يزرع العلماء، وآخر شاب من العوام لكنه يصلي، من تزوج؟ لا هذا ولا ذاك، تنتظر رجلا صالحا يكافئها في دينها، ليس على سبيل التحريم الزواج الأول أو الثاني، لكن تنتظر باب الكفاءة في النكاح، تنتظر أن تتزوج بشخص على خلق وعلى دين وعفيف اللسان. أما أن تزوج شخص ليل ونهار يسب في أهل العلم وليس له هم إلا هذا، ففي شعبة من الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لم يقل يوما في اليهود كلمة، ولا في النصارى كلمة، ولا في أهل الشرك كلمة، ولا في العصاة، ولا في الفنانين الفجر كلمة، وهمه كله ينصب على الطعن في أهل العلم، هذا زين له الشيطان سوء عمله. فليس الزواج به حرام، لكن أنصح ألا تتزوج ذي الخلق الرديء، لا تتزوج الفاسق الذي ينال من المسلمين، فسباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق كما قال النبي عليه السلام. والعوام بعيدون عن الاستقامة، فإذا كانت دينة ومستقيمة تأخذ شخصا دينا وصالحا ومستقيما.